حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أيادي بيضاء، واللي نتكلم فيه عن إبداعات الشباب الكويتي في الفرق التطوعية. وإحنا حقا نذكركم في حلقة ماضية كان معنا فريق الصم التطوعي، واستضفنا الأستاذ نواف الخطاف، واللي تكلمنا عن هذا الفريق وأعماله وإنجازاته. وأنا شخصيا أفتخر بهذه الشخصية حقا، رجل عصامي ويعني ما شاء الله متخصص في الصم بشكل كبير جدا، وعطى من نفسه لهم وعمل في التعليم في بداياته، ثم بدأ يخدم الصم في التدريب والجمباز والغوص، ما شاء الله ما خلى مجال إلا وشاركهم، وآخر المجالات اللي ما شاء الله شاركهم راح معهم الحج، وأيضا راحوا رحلة إغاثة. فاليوم راح نتكلم في بعض التفاصيل، لأن احنا وعدناك إن الوقت ما كفنا في حلقة ثانية. فرحب فيك، حياك الله أستاذ نواف، شاكر لك جيتك معنا. ساعتكم مباركة، وتقدم شكر جليل للأخ حسين ومن فريق، يعتبر من فريقه، وأنا أعتبره من جذور الفريق الصم التطوعي، هذا اسم فريقنا. نعم. وكان معي مسيرة حافلة ما شاء الله، خاصة الأخيرة الرحلة التطوعية اللي قمنا فيها بشهر 1/8، امتدت من 8 إلى 11/1 الشاب اللي رحنا فيها لبنان مساعدة إخواننا السوريين النازحين. نعم. فكانوا هو مجموعة من الصم معنا، بس احنا تدري ما نقدر طبعا كلنا إلا واحد. نعم. احنا رحب في أخونا، حياك الله وسعيدي في التقاء فيك. نبي اسمك حسين. حسين علي الشاهين. حسين علي الشاهين، شاهين. حياك الله، أهلا وسهلا، أمورك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله، الحمد لله. أنا حاول بعض الإشارات تعلمتها من أخونا أستاذ نواف، لكن هو علم حقا علم كبير جدا في بادي لانجوج، في أشياء كثيرة. أستاذ نواف، خلنا ندش في الموضوع مباشرة. كان عندكم تجربتين كبيرتين، التجربة الأولى باختصار لأنها صار لفترة، اللي هي تجربة الحج. نعم. كان لكم يعني دور طيب مع أحد الجمعيات، وأنا عجبني أن أنتم عندكم شراكة مجتمعية. نعم. فباختصار مع من كان تعاونكم وتقييمكم باختصار؟ هم قامت مشكورة جمعية المنابر تعليم الحفظ القرآن الكريم. يعني تشرفت أنا أني أكون مشارك معهم في هذه الرحلة الكريمة للحج، واختاروا هم، قاموا باختيار من فئة الصم من النساء والرجال، وأنا قمت وتشرفت بعمل المسابقات و الأعمال المناسك الحج كلها بترجمتها. فكان الدور اللي عندي كان إني يعني هدفي ليس الوصول للمعلومة فقط فحسب. أنا هدفي مع الصم إعداد الصم، هو إنه يكون قائد. نعم. إذا يعتمد على نفسه. نعم. مو بطلق. ليس الاعتماد على النفس فقط. نعم. لا، أصعد درجة أعلى. أو تمام. إيه. إن أنا أحتاجه يكون دور فعال بتأهيل نفسه والآخرين. جميل. أنا أؤهل حتى يكون مؤهل بالتأهيل غيره. ما شاء الله. شلون هذا؟ جميل جدا. أنا الحين لما أخذت الأصم وياي. نعم. وديت الحج وهذا وخليته، قلت له ترى شوف أنا السنة الجاية ممكن ما أكون موجود. نعم. أنت راح تكون مسؤول بالحج اللي حفظته هذا كله. إن شاء الله أنت راح تعلم غيرك. نعم. فوقف. أي نعم. هذه حياة ثانية. صحيح. نعم. صحيح. أي نعم. هذه حياتنا إحنا. أنا ليس هذا. ولمتى أنا بس إني أنا أعلم؟ أي نعم. أبي أصنع قائد هو الذي يبدأ يمكن يعلم غيره. هذا اللي أنا أحتاجه. عندنا نموذج الأستاذ حسين. حسين. أستاذ حسين سافر معاكم إلى لبنان لتقديم المساعدة للاجئين السوريين. هذه هل هي أول تجربة لك؟ أول مرة، هذا أول مرة يعتبر سافرنا. ثانيا يقول
إيه يقول يعني يريد أن يشوف علم الكويت خفاف. يا سلام. بالعمل التطوعي ما شاء الله. فهذا جميل. عنده انشراح. ثالثاً مساعدة الصم الموجودين في لبنان. نعم. إذن أنتوا رحتوا حق الصم. إيه هنا. راحوا قابلوا هناك الصم. نعم. في الصم. أها. إيه. جميل. إيه دخلنا. يعني وزعت مساعدات على الكل. إيه نعم. والصم تحديداً عملوا زيارة خاصة. إيه نعم نعم جميل. وزعنا بأكثر من 100 سماعة. وزعت سماعات. سماعة. وهو ركب عام. آه عام تركبهم. إيه عام في تركيب السماعة هو. أنا حتى بالتصوير كنت بعيد عنهم. أي نعم. ما أبي أظهر لا بتصوير لا في المكان لا بأحتاج خلاص. أساس حسن هذا دورك. أبي دورك. أي نعم جميل جميل. إيه إيه خلاص لمتى إحنا يعني أنا أقول حتى الترجمة أنا أبتعد عنها. نعم. بالترجمة. أي. الترجمة لا أنا أبتعد عنها. على أساس يبدأ يعتمد على نفسه. أبيك أنت تعتمد أنت تقرأ. نعم جميل جميل حلو. أبي إذا أنت قرأت فهمت. حلو. اما اذا انت لو والله تعال ترجم لي مثل انا ابي واحد اتعلم لغه انجليزيه تعال ترجم لي أيه تعال الله يخليك انا ترى ما افهم صار ايش عندي صار عندي خوف صحيح. من الاحتكاك والاخرين بس لما يجيني واحد يقطني يلا طلع نفسك أه. اليوم اخطا باكر اتعلم من خطئي نعم اتعلم من خطا احنا سبحان الله احنا انا متعلم من خطئي شيء وتعلم من خطا الاخرين شيء اخر جميل. طيب وانا اساله مشاعره وهو يساعد الآخرين يقول أنا أحس أني يعني بقمة السعادة لما أشوفهم مساعدة إيه إيه لما شافهم وايد العاصفة اللي جاتنا صد كانت بالماينس دخلنا بدرجة الحرارة إيه إيه برد كان ثلوج ثلوج تحت إيه أربعة تحت الصفر إيه إيه والطرق كانت إيه إيه وصعد فوق جبل صعدنا نعم. في الجبل حسينا برودة أكثر أربعة تحت الصفر وكان ممنوع أن نصعد نعم يعني أصرينا أن إحنا نصعد كان وقتها ممنوع أنك تصعد الجبل قالوا ممنوع عشان البرد الشديد والثلج الموجود ثلوج مسكر الشوارع سبحان الذي لا إله إلا هو على نيتهم الصافية أي نعم. يوم إحنا قبلها بليلة ما كنا نقدر ننام من قوة الهواء بالفندق نعم. كان يعني صوت قوي ما قدرنا ننام نعم. ليه الصبح ننام ونقعد يوم يقتم له كلش تعبانين الله كان يقول وقفت العاصفة ترى سبحان الله خلنا نروح صعدنا سبحان الله لما رحنا مشينا بالجبل سبحان الله اللي واقف العاصفة والثلوج واقف عدل وسهلوا وش اسمه قال ممنوع انك تصعدون نعم بعد ربع ساعة افتحوا المجال ودخلنا وهم شافوا المنظر اللي جبالهم شافوا الناس شافوا الأطفال طلعوا قلنا لهم ترى احنا من أهل الكويت واحنا ترى عيال شيخ صباح واحنا جايين هدفنا هو مساعدتكم قلتهم من وين؟ قلت احنا جايين متطوعين قالوا الصم يجون الصم عاد هناك شفنا عائلة يعني ماسكة نفسها من أب وأم وثلاثة أبناء صم الله فقعدت معاهم في تصوير عندنا فقلت لهم ترى هذيل صم هدفهم جاي مساعدتكم نعم تقول جاي من الكويت جاي عندنا بهالبرد اي نعم وجاي تساعدونا قلت لهم هذا هم نفسهم كان عنده كلمة بيقولها أول صم يقولك على مستوى العالم مستوى العالم إيه إيه على مستوى العالم ترى ما شاء الله إيه جميل والله شيء طيب شيء طيب إيه طيب الصم الشباب الكويتي من الصم هل عنده استعداد لمثل هالأعمال الإنسانية إيه عنده إيه إن شاء الله إيه يقول تركيا والأردن إن شاء الله. نعم هو شنو التعليق إحنا؟ هو إيه ما غد يقول حاضرين. هو مستعدين. هو كلهم مستعدين. إيه نعم. خلاص ما دام إنك أنت أهلته. إيه نعم. خلاص تركيا. جميل. طيب كم عدد الفريق الموجودين؟ إحنا بدينا بخمسة. خمسة. خمسة. إيه. بس هالخمسة هذا ما شاء الله عن عدد بس إنك أنت تأخذ نخبة. نعم نعم. الأشخاص هذه يعني مو بالعدد إحنا دائما ننظر إلى كم لا يعني طبعا بس إحنا عارف كبداية كم كبداية خمسة بس فريقكم أنتوا أكثر من خمسة ممكن يستوعب أكثر إيه يستوعب وايد
اي نعم. الحين داخل علينا اكثر من 20 ما شاء الله. اي بس انا اخليهم ستاندرد لان يعني اقول لك يعني استقطب العدد وبعدين اعرف انا هالاشخاص واكثرهم هذا اللي انا اللي جايني كنت بدرسهم. نعم اه ممتاز ممتاز. ايه حلو. ففي إيه تفاهم بينك وبينه. ايه في علاقه وديه. ايه انت نعم. اكلمك عن 25 سنه ما شاء الله. فاللي يعني عمره 10 سنين الحين عمره 35 ما شاء الله. اي عمره 10 سنين 35 سنه. 35 سنه. 35 سنه يعني هو قائم بالاعمال والفريق يعني. هذا بنين وبنات ولا الان بس بنين وبعدين؟ لا بس ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله. داخل اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اساس انه تدري احنا في بعض المهام مثل قامت الكويت الحين مشكوره في تبني فكره الشرطه النسائيه. احنا بدايه الامر كنا قلنا يعني كيف البنت عدل. إيه نعم. فلقت دورها الحين. نعم. فكذلك احنا ندخل فرضا مع عوائل وهذا المرأة من الافضل ان العنصر النسائي يتفاهم وياها اكثر. نعم. حصل في مشاكل في دخولها في البيت انا ما اقدر ادخل فرضا في عنصر. نعم. نسائي داخل فهي تقوم بالعمل النسائي افضل مني. نعم. انا كذلك الرجال. نعم. طيب ماذا يقول للشباب الصم الكويتي في دعوتها للعمل التطوعي؟ تعال يقول لك تعال ومساعده. اي بالعكس بالعكس ما في اي وقت حياكم الله انا معاكم لكن هو صار مسؤول. نعم. وممكن انه يستقطب هو خلاص هو الان مسؤول موجود خلاص. نعم. هو مسؤول. اي نعم ما شاء الله. اي خلاص احنا خطأنا ان ما اعطينا الثقه للشباب وهو صغير. نعم نعم صح. هذه ملاحظه صح. اي نعم. ليه متى يوصل عمره فرضا 18 20 تعال امسك مسؤوليه؟ لا المسؤوليه تبدا من الروضه. نعم صحيح. طيب الان في شهر رمضان مبارك هل عندهم يعني ان شاء الله مشاريع لجمع التبرعات؟ ان شاء الله ان شاء الله. في الكويت في الكويت ان شاء الله. اي نعم. مو بخارج ان شاء الله في الكويت ان شاء الله. ان شاء الله احنا قائمين عليها ان شاء الله باذن الله تعالى. في كلمه اخيره قبل يقولها ودك تقول؟ في المخيم. في المخيم في الكويت كان جدا كان في غيم وثلج ويتكلم عن رحلتنا رحلة في لبنان. لبنان نعم. اي نعم. إيه إيه. ودائما حاس هذا شوف البرود هذه ماثر عليه. إيه حاس فعلا فعلا صورنا المخاطره اللي كانوا فيها. نعم اشوفها مشاعره فيها مبينه. اي اي دائما دائما يقول ما يعني إيه نعم. يعني تكرم بالنسبه دورات المياه وانت الكرام وهذا كان فيها صعوبه خدمات صعبه موجوده. إيه هنا صعبه. إيه الماء بارد. هذه الاغاثه دائما يكون فيها صعوبات. ما في احنا بالنسبه لنا كانت يعني رحله انسانيه. يعني الابناء اللي هناك شفناهم يعني كانوا يتكلمون بهذا بس يعني شباب جهتنا احنا ككويتيين صم بكوا. نعم نعم حقيقه يعني سعيدين في هذا اللقاء ونشكرك شكر جزيل على حضور الاخ حسين واخونا نواف. الله يعني اللي قمت لنا بدور طيب حقا في حلقتين. والله احنا ترى ما سوينا شيء. والله يديك الخير على ما ردينا شيء للديره. لا ان شاء الله بترد اكثر ان شاء الله. امين. احنا ودنا واحنا ودنا يعني شباب الله الحمد مسيره واحنا مكملين عليهم. اهل الخير جبل على الكويت. شكرا اخ حسين حياكم الله. اعزائي المشاهدين سعدنا اليوم فعلا في حلقه متميزه وشفنا ان الشباب الكويتي حتى لو كان صم عنده استعداد عنده طاقة عنده عطاء. فإحنا نقول لكم شكرا جزيلا الله وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقات ثانية. آمين. إن شاء الله بإذن الله تعالى. آمين إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين سعدنا معكم هالحلقة ونشكر صاحب الديوان السيد عبد العزيز بابطين على استضافته لنا في هذه الحلقة ومع السلامة.